السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم لعبتنا الجديدة لكم يعني سباق سيارات. اللي يحب سباق السيارات هاي لعبة جديدة نازلة، حنشوفها نستعرضها قدامكم. في Welcome to the racing، أهلا بك في سباق الأبطال. Will you become the next racing champion؟ هل ستصبح بطل جديد؟ You will soon find out، راح نكتشف هالشي. يقول ريس تسابق. Start. طبعا أول شي راح نتعلم مع السيارة. Then how to start the drift. Okay. احنا عارفين الدريفت اللي هو يسرع السيارة. لا تدوس الا اذا الخط مستقيم. الان راح اسوي مستقيم الخط. وبحدي يعني بالسباق شنو فيصل يفرحني. Well done، أحسنت. You seem to know how to handle your drift. The next thing، يقول تقدر أنت عندك المهام بمعرفة الدريفت وشون تحتاجه وتستعمله. Next phase need to know your name. يريد اسمي. Nice to meet you. I'm Gus. أنا اسمي Gus وأنا سعيد برؤيتك. You're an instructor but enough sponsors take time to scale to the race. الآن نحتاج مهاراتك لسباق حقيقي. When you're super rally ability you can ram through other cars. اوكي استعمل مهاراتك وفوز بالمركز الاول من خلال السيارات الاخرى. Show them how it is done. اريهم كيف يتم الامر. فيها معرقلات طبعا. هذا دريفت، العلامة الصفراء دريفت. هاي 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 دريفت ينطيك سرعة. طبعا داست دريفت انا ما دسته لذلك لحقني.
مركز الأول أنا في المركز الأول، شايفين؟ راح أروح نشوف معطيات السباق. هيروز الأبطال، هاي السيارة الأولى بالسباق، أنا متأكد أكون أكثر من نوع سيارة. طيب نسابق مرة ثانية. لا 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 تأخرت. دربت حشت طرف ماله طبعا، لازم تاخذ درب حتى يسرعك. شوف روح على الدريفت. طيب الدريفت باخر لحظة حتى افوز بالسباق. والله شخصيتي حلوة انا، او شوف الشعار، شعر طاف اللي فوق. هذا الدوري طبعا كل ما تستمر شريط المهام يعطيك جائزة، كل ما تتسابق وتعدي مرحلة من شريط مهام يعطيك جائزة. ستورمز سيارة جديدة، ابجريد افيليبل. لا والله ابجريد هاي مو سيارة جديدة، هاي تطوير للسيارة مالتك. هنشوف شنو يطلب الابجريد. 90 قطعة ذهبية، أنا عندي 133. طيب رفعت السرعة مالتها، والهاي تحاول افتح الهيروز الأبطال بس ما ينفتح، ماكو شي ينفتح. ابجريد انفتح ويانا. شوف شوف ما ينفتح أيضا. يقول ريس سابق، أنا سابق. مضمار جديد، الحلبة تغيرت، المضمار تغير، هذا المضمار يختلف عن ذاك. شلون هذا؟ والله ما ادري المضمار. القطار خربطني طبعا، دمرني القطار.
طلعني برا المضمار القطار. الآن رجعت للمضمار. القفزة هاي الها دور طبعا بالتبقيك بالمضمار. لا 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 استخدمت دريفت. ايضا طلعت الاول بالرغم مني خرجت عن المضمار. السبب القفزة مع القطار لاني رجعت الاول. هاي كانت جائزة طالع شريط فيديو وطونك جائزة. طيب هاي تفيدنا للابجريد باتري رام ابجريد افيليبل. ابجريد موجود الان يقول. نسابق الشوب خلنا نطب الشوب. هاي فري فلوس فري. طيب وهذا فيديو موجود اذا طالع فيديو. طلعنا فيديو اعطاني جائزة فيديو. نشوف شو يطلع لنا. 195 جميل جيد. اصبح عندنا 460. هاي السيارات الجديدة قلت لكم لازم في سيارات غير السيارات تاخذها من شريط المهام. هذه مشترى بالجواهر. شوف الابجريد سوينا ابجريد سيارتنا. شريط المهام عندنا جاهزة ايضا. جيد ايضا ابجريد عندنا. ما راح نسوي ابجريد راح نروح السباق بدون ابجريد. ريس الله سباق بكهف هذا شنو خفاش احنا. رحت على ال هذا سابقني لازم اتعدى شوي. ايه خلينا نطلع للجو برا شوي نشوف الدنيا. الجولة الأخيرة. لا لحق هذا
الآن يمكن سرحت عنه شوية. لا 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 جاي تأخر. استخدم الدريفت، حتى الدريفت استخدمها بآخر لحظة حتى يطلعك المركز الأول. والله ابوك لا حاط ايدي. ايضا في عندنا شايفين جيت ناو اللي بس في الشاشة اليسار طالعها وطالع فيديو، يعطونك جواز بلاش. هاي جائزة 99 قطعة ذهب. يقول انلوك لايتنج شيت، تي تفتح لايتنج شيت. لايتنج شيلد اللي هو درع ضوئي يحميك. راح نكتفي بهذا القدر حبايبي، وان شاء الله نلقاكم في لقاء قريب. هذا اخوكم ماجد في امان الله.